Mais c'est bon. قلبت. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم مرة أخرى. يتجدد لقنا معكم يومين كما عودناكم في دبارة رمضان. أول حاجة قبل كل شيء نحب نشكر اللي تبعوا فيا على الانستغرام وعلى الفيسبوك، ونقول لكم يعطيكم الصحة. راهو هذه حاجة تشجعني باش نزيد نعمل لايف وأنا فرحان ودعم الجو. راني نحبكم برشا برشا. حاجة أخرى باش نشكر السبونسور اللي جاوا معانا زاده كيف كيف، اللي موجودين دونك من فرشكا ديستريبيسيون في الخضره، نجمه زيت، لي زيبيس تاع بالجميع، باتيسيري لاسين، ناتيلي، الورده، لوندور فروماج والجوتا، فانواز، بونا وهابيس ومليحه. دونك نزيد نذكركم اليومين باش يكون عندنا لقاء كل نهار باش نحضروا مع بعضنا منو ان شاء الله يعجبكم. فدبارة اليوم اخترنا لكم حاجه زمنية، حاجة قديمة من قاع الخابية، اللي هي مرمز. كي نقولوا مرمز، أصل أصيل شربة نتاع شعير، هذا هو المرمز. خذينا المرمز الأخضر نتاع ريزيبيس بالجميع، باش نزيدوه شوية الحم نتاع شريك لهم نتاع فرح. دونك اليوم الحم سبونسوريزي من عند شركة فرح. كالعادة شوية سفنيرية، شوية بصل، شوية ثوم، ريزيبيس كيف كيف، ملح، وما نساو زيادة باش نقليو في شوية زيت ديو. الحاجة الباهية بالنسبة لينا زيادة، ما احناش باش نطول برشا في الوقت، على خاطر عندنا بلاك ويربول اكس اليوم، يعني فيزع فيزع ريبارتيسيون تاع الشالور البلاك والفور. دونك ما عليكم كان تابعونا تابعونا باش نبدا. كل هذا الحاجة الأولانية هاكا نشعلو الغاز، نحطو المعون اللي باش نبداو نطيبو بيه، نحطوا شويه زيت نجمه ديو. دونك لوتيليزاسيون تاع الزيت راهو بالنسبه لينا ديو ميلونج نوفو بيبي تاع نجمه، ميلونج ما بين المايس والترنسور. نحطوا شويه زيت، نسليه وتسخن شويه كيف كيف. فما بليزيور ريسيت بالنسبه ليكم، راهو تنجموا تتفاعلوا معنا على كومنتير على الفيسبوك ولا على الانستغرام. تخيلونا كومنتير، تعطيونا شنو رايكم، تعطيونا شنو طيبتوا اليوم، شنو هو الروسيت اللي جربتوها ونجحت، وشنو هما الحاجات اللي احنا نجموا نحاولوا نستفادوا بها الناس الكل. يعني بالنسبه لينا نقولوا احنا الكوميونيتي نتاعنا احنا شنو تنجموا نحاولوا نعاونوا بعضنا. باش نبداو بالسياسه بالسياسه. كيما قلت لكم الانجريديون، الخضره ما شاء الله موجوده، طقس سخون، شيء يعمل الكيف، من فرشكا ديستريبيسيون. اقعدوا في دياركم، ما تسحقوش باش ديبلاسيو، ما عليكم كان كونتاكتيو فرشكا وتجيب لكم الخضره حتى للدار. نحطوا البصل، نحطوا شويه سفنيريا الخضره، درنا شويه حمص، شويه كلافس، وخذينا شوية طماطم فريشكا. دونك قصيناها كما تراو مربعات صغار، زدناها شوية ثوم، زيت فوحنا بالنسبة للشربة. فما بليزيور ميثود، يعني دو تيب تاع ميثود للبريباراسيون تاع الشربة، نزيدو نقولكم عليها شنيا. فما ميثود اللي من الأول يقلي الشربة، يعني المرمز الشعير يخليه، ومن بعد يزيد معاه لي زانغريديون، ومن بعد يمرقو بالماء. وفما شكون زاد كيف كيف نحضروا الصوص، ومن بعد يترمي المرمز اللي هو ديجا مقلي. دونك تختلف الطريقه والهدف واضح، الهدف اللي احنا يلزمنا نحضروا شربه، وكويس كان عندنا وقت، مازال عندنا وقت قبل شحال فتر. هذاك علاش نحضروا الصوص نتاع المرمز اللي هو شربة الشعير. ذكرتهم اللي لابيلاسيون تاع كلمه مرمز نسميوها شربة الشعير. نحضروا الصوص، ومن بعد في الاخر نرميو الشربه الشعير. عندنا الحم اليوم مع عند شركة فرح، دونك الحم بقري، الزيت الكل حالو نحيوه كالعادة، نسمعو توا زادا بدا هاوكا نقولو احنا اللحم نتاع الكوجينة هاوكا، الخضرة قاعدة تتفاعل مع الحم. نتعداو للفاح. الفاح كيف كيف اخترنا لكم حاجه باهيه زاده بنينه تعمل 66 كيف،
زمنيه، فلفل احمر، فلفل زينه، ليزيبيس تاع بنجميع، وعندك المغرفه زغرونه. يا زعما مازالوا يحضروا ليزيبيس كما قبل، ولا نقولوا احنا بنفس الطريقه، والا كيفاش للنكهه الزمنيه؟ ما عليكم كان تاخذوا ليزيبيس نتاع بنجميع، فيهم النكهه الاوثنتيك. حطوا شويه كركم، شوية فلفل أكحل، الملح هكا باليد، الملح، ونزيدوا شوية طماطم معجونة. الزيت كل نحيرهم بحذنا، خلطوا مليح مليح، خليه تتقلب. نزيدوا شوية ثوم، سيتو توا عاد موجود الثوم الأخضر، الثوم الفريشك، يعني تنجموا تاخذوا تعملوا عولة. قبل كانوا هكا يقول لك بيت الخابية، موجود الفحاض، موجود كل شيء. توا ما عرفش اسكو مازالوا في ديار يعولوا، مازالوا ياخذوا وقت الموسم باش يحضروا الفحات. كما قلت لكم تنجموا تتفاعلوا معنا بالكومنتات، يا شيف شنو هو العشاء اليوم؟ العشاء سهل، العشاء دونك عندنا شربه مرمز، هي شربه شعير بالحامض البخري، هذه شربه ديما ما تغيبش الشربه سيرتو في رمضان. عندنا بالنسبه للسلطه، باش نعملوا سلطه خضراء، واخترنا لكم حاجتين اللي هما عندنا اليوغيتس نتاع مليحه والرومي فرماج، دونك ساهلين سيرتو مع سلطة يعطيونا نكهة أخرى. السلطة عندنا تبارك الله موجود الخس، الخس والطماطم نتاع فريشكا ديستريبيسيون، باش نزيدوها شوية زيتون، شوية كبار، شوية طماطم، الفرماج بالطبيعة باش نزيدو شوية فرماج لوندو موجود، يعني تبارك الله بالليزانغريديون اللي استنسنا كيما أول نهار بدينا في رمضان، استنسنا باش نحضرو بيهم، هاكم يقعدوا موجودين في وسط الكوجينة. هذايا بالنسبة للسلاطة، كيف كيف نجمو نزيدو نقصو معاها شوية كروتون. عندنا البان دومي هابيز، فما اللي هو اكسترا موالو، فما بال 100% 5 سيريال، فما بالبلي كومبلي، احنا شنو نختار؟ دونك من بعد ما بدينا نقليو في الشربة وبدات الريحة البنينة تخرج، باش نمرقوها بشوية بشوية بالماء. تبعوها بعد الشربة وبعد السلطة. شنو باش نحضرو لكم؟ باش نحضرو مقرونة، دونك اخترنا لكم بالنسبة للمقرونة بلومة قصيرة، باني باني قصيرة، باش نزيدوها شوية سبانخ وشوية غوطة 100% لي لوندور. هذايا بالنسبة للماكلة، يعني للبلا دو ريزيستونس. ومن بعد عندنا ديسير، حاجة بنينا كنا قبل البارح حضرنا شعر نتاع الكنافة، دونك البارح حضرنا شعر نتاع الكنافة اللي هي الروسيت نتاعو سهلة. نزيدو نذكركم بالروسيت، على زوز مغارف زيت، نفس الكاس، شطر كاس نتاع نشا وكاسين نتاع فرينة، عليهم كاس ماء، خلطوهم كل مع بعضهم وشوية ملح، نجمو نزيدو شوية الملح، خلطوه كل مع بعضهم، خليهم يرتاحوا، نصبوا في بيبات، والا حتى اللي ما عندوش ياخذ وحدة نتاع ماء دابوسة ماء صغيرة، جست ينقبها. وفي بوالا يدهن البوالا بشوية مارغرين، من بعد يعمل فورمة نتاع سيركل. بالنسبة للشعر نتاع الكنافة، فما دو شوا، فما الشعر اللي يكون نقولوا احنا الارطب، وفما شعر الأحرش، دونك كيما شعر الأحرش اللي كيما الشعرية، يعني يعني كيما شوفيدونج باش نفسرلكم، يكون أحرش، وفما الارطب الليس. وبالنسبة للكنافة اليوم اخترنا باش نعملوكم حاجة بنينة تشهي تعمل 66 كيف، يعني شعر نتاع الكنافة كنا حضرناه امبارح. واليوم باش نكملوا الكومبوزيسيون نتاع الكنافه. نعرفوا الكنافه سيرتو في رمضان برشا من الناس يحبوها، شعار هاو كيما تراو فيه، هذا لازم يشيح شويه. سيرو حضرنا شويه سيرو، بالنسبه للسيرو زوز كيسان سكر، عليهم كاس ماء، ومن بعد 10 قرص، هذا بالنسبه للسيرو يكون حاضر من قبل. ومن بعد عندنا الموزاريلا،
نتاع الاندور 100% موزاريلا 100% لي، باش نذوبوها باش نحضروها في بلا، باش نحطوه في الفوري تيب. دونك انا بسيسه بسيسه قاعدين نحضروا الشوربه هذه، باش نخليوها ابار، نخليوها تيب على جنب يعني حاضره، باش نحطو الماء يغلي المقرونه، باش نحضروا مع بعضنا السلطه. مي قبل كل شيء خلينا نتعدل الكنافه، شنو رايكم؟ اللي باش يحط لي كومونتير الاولاني باش نعرف روحي، يا نتعدل الكنافه يا نكمل السلطه. ها باش نستناكم شويه، هاي نتعدل السلطه والا نتعدل الكنافه. ما ينساش تفعلوا مع بعضنا الكومونتيرات وقولوا لنا شنو رايكم، خليونا تصير انتراكسيون ما بيناتنا، نقولوا احنا نبداو نحكي ونبداو نتناقشوا. هذا يعني كونفينمون ورمضان حاجه كي سور دو لورجينير شويه. بالنسبه للكنافه نورمالمون يحب لها نص ساعه وقت، دونك الاكثريه نبداو بالكنافه. خليو الشربه الماء بتاعته قاعد يغلي وناخذوا الكنافه. هذا يسيرو هذا كما تراو، كما قلت لكم بالنسبه للمقادير يعني زوز كيس الماء عليهم كيس نتاع سكر ومن بعد 10 نتاع قرص. نتعداو نجيبو الصينيه نتاع كنافه، هذه الصينيه نتاع كنافه. دونك كل قدر وقدره، كل واحد وكيفاش يحب يحضر. اول حاجه باش نعملوها باش نعملو ميلونج كالعاده، باش ناخدو شويه مارغرين جولدينا، وباش نجيبو حاجة سبيسيال. لحظة بركا راني جاية، باش نجيبها ونجيب. ها هي الحاجة سبيسيال اللي هي سمن. باه دونك ناخدو سمن بطمبيراتور امبيونت، نخليو وحدينا. ناخذ شويه مارغرين كلينا، الشربة هذيك نقصوا عليها سياسة بسياسة. أنا شعر تاع الكنافة، هو شعر تاع الكنافة بحذنا. دونك شنو باش نعملو قبل كل شيء؟ باش ناخذ الشعر تاع الكنافة، كيف فما شكون يقص الشعر نتاع الكنافه فما شكون يخليه. زيد نذكركم بالمقادير بالنسبه للجماعه اللي خلطوا علينا قبل كل شيء، ذكروهم بالمنيو. دونك عندنا شوربه مرمز يعني شوربه نتاع افريك باللحم، عندنا سلطه خضراء مشكله باش نزيدوها نيوغيتس، باش نزيدوها رولين تاع فروماج نتاع مليحه. والحاجه اللي من بعدها بالنسبه لينا باش نحضروا حاجه سبيسيال ابار المكرونه بالبينار والليكوتا، باش نحضروا كنافه، كنافه بالفرماج. دونك بالنسبه للكنافه زاد كيف كيف، منين شريت الكنافه؟ لا ما شريناهاش، حضرنا شعر البارح. نزيد نذكركم بالروسيت، بالنسبه للروسيت نتاع شعر الكنافه على زوز كيسان نتاع فرينه، عليهم كيس نتاع ماء وعليهم مشتر كيس نتاع نشي، ونزيدوهم مرتين زيت. وكيف كيف شكون يحب يزيد نفا ملح نزيد نفا ملح، يعني سي تان شوا. باه كما قلت لكم بالنسبه للشعر نتاع الكنافه اللي كنا حضرناه البارح، خليني يشيح شويه. فما زوز انواع نتاع شعر، فما شعر الارطب نتاع الكنافه، فما شعر الحرش شويه. باش نخلطوها يعني روسيت دو باز الاولانيه واللي هي يقول لك من الشام، من اهل الشام، وتحيه لاهل الشام اللي هما موجودين البرا ولا حتى اللي موجودين في تونس، ونعرفوا اللي سورتو بالنسبه لينا متعايشين مع تبارك الله الناس الكل، يعني موجود تبارك الله من الشام، من المغرب العربي، من البلدان الكل. وفي رمضان تتلم تبارك الله، يعني نبدلوا الاكلات. باه بعد ما قصينا شعر نتاع الكنافه باش ناخذوا شويه مارغرين جولدينا تمبيراتور امبيونت، باش نزيدوها السمنه، وعندنا العسل زاده كيف كيف، باش نزيدوها غرفه سمن.
ونبداو العملية متاعنا. العملية اللي هي تتمثل باش نخلطو بالتمبيراتور امبيونت، باش نخلطو شعر تاع الكنافة بالمارغرين والسمن. دونك بالنسبة للجو، فما شكون يحب الجو برونونسي يعني جو قوي برشا نتاع السمن، فما شكون يحبها هكايا عادية. طريقة سهلة نجم تحضروها في الدار، ديسير يكون بنين يعمل 66 كيف. ما عليكم كان تتبعونا ونحاولوا تتفاعلوا مع بعضنا باللي كومونتير ونجاوبوا، يعني شكون اللي عمل الكنافة، شكون اللي نشحت له الكنافة، شكون اللي ما نشحتلوش. نجمو كيف كيف زادة كيف كيف تهبطوا تصاور نتاع المنيو نتاعكم وتاجيونا كيلكو سوا بالنسبة للانستغرام، تاجيو شيف مؤمن تلقاوني على شيف مؤمن بن يونس في الانستغرام، كيف كيف فيسبوك وعلى شين يوتيوب. به بعد ما خلطنا الكنافة مليح مليح، لاستيس نتاعها يعني بالنسبة للشعر نتاع الكنافة باش يكونوا ثلاثة أرباع ربع، يعني ثلاثة أرباع باش يكونوا في الطبق نتاع الكنافة، باش نحطوا الفرماج ومن بعد باش نزيدوا ربع واحد آخر، باش من بعد كي نقلبوا الصينية، خاطر الصينية تتقلب نتاع الكنافة هاوكا البارتي اللوطانية هي اللي تولي من فوق. هاوكا ديجا سمن واحد واحد وتمبيراتور أمبيونت، نجمو نبكيو شوية في البكاية. توا ناخدو الشعر نتاع الكنافة، ليتال هذول باش نزيدو قصو شعر نتاع الكنافة، مش هما الصينية والواحدة تجي صينية محترمة. نبدأ نجيبوا شوية شعر بتاع كنافة ونجيكم. ها هو شعر بتاع كنافة موجود. خلينا يسيح. ناخد البول. نكرر نفس العملية، قصو شعر نتاع الكنافة، قصو شوية، يعني ريت بالنسبة للكوجينة ساعات حاجة تشوفوها في الأسواق تكون موجودة نجم نحضروها، يعني فمش حتى حاجة تنجم تصعب علينا بالنسبة لطريقة التحضير. باش نكرر نفس العملية، نزيدوها شوية مارغرين عندنا والسمنة زادة هي موجودة. ونخلطوا مليح مليح. وهكا تكون كنافة 100%، كل واحنا اعداد منزلي في الدار. بالنسبة لنا زادة نشكروا العباد اللي ساهمت في إنجاح اللايف هذايا، نشكر حازم بن عيسى راديو بون لو نور، نشكر بالحق حازم خاطر عاوني في برشا حاجات سيرتو بالنسبة لي كونساي نتاعو في تحضير لايف. أي إنسان ساهم كيف كيف ما ننساش خويا زغرون، نقولوا احنا خويا صغير، يعني ديما توا عيط له خويا صغير، مي هو راهو هكا مشات فينا طبيعة. عندنا خو الكبير والخو الصغير نقول لهم يقعد باللي باش يكبر، نقول احنا نقول له انت راك خونا صغير.
نشكر كيف كيف تونيسكوب خالد عويش، وتلقاه نورمالمون لايف موجود في الانستغرام على صفحة شيف مؤمن بن يونس، على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، لار كولينير باي مؤمن، وموجود زيادة على شين يوتيوب. به توا العملية الأولانية حضرناها، حطينا الكوش نتاع الكنافة باش نزيدو نسمحوها نقولوا احنا، باش نغسلو يدينا لحظة بركة نجيكم. باش نتعداو للعملية الثانية، دونك العملية الأولانية اللي هي شعر كنافة، حطينا له سمن وزدناه المارغرين. العملية الثانية اللي هي الفروماج، الفروماج دونك اخترنا لكم، مش خليوه هذا على جنب لحظة بركة، اخترنا لكم فروماج 100% موتزاريلا. هاي فما شكون قال لي نوبلي با أشرف زيد، هاي بالطبيعة أشرف وعزيز زيد، هاني سميتهم أشرف وعزيز، يعطيهم الصحة. وأي إنسان ساهم بلي كونسيني نتاعو باش ناخدو سوق. خليوها بحدنا نستحقو، ناخدو بول باش نرابيو فيها فروماج. فروماج يعني بالنسبة، فما كنافة بالقشطة، فما كنافة بالجبنة، فما أنواع، فما بالكريمة، وكل واحد كيفاش. اليوم اخترنا لكم يعني روسيت نقولوا احنا هاكا، انا بيرسونيل مون تعجبني الحقيقه، يعني الجبن كيفاش يبدا فوندون حاجه باهي باهي. طب بسيسه بسيسه، هذا الجبن انا قادر نربيو فيه. الشعر نتاع الكنافه نذكركم بالوصفه نتاع الكنافه اللي هي على زوز كيسان نتاع فرينا، باش نسحقو كاس تاع ماء، عليه شطر كاس بنفس الكاس، شطر كاس نتاع الشاي، ومغرفتين زيت كيف كيف، نخلطهم مع الكل مع بعضهم، نصبهم في بيبيت وبيان، نصبهم حتى في دابوسه تاع ماء صغيره. نعملها بالموتزاريلا العربي، لا صدقني ذوق الموتزاريلا هذه بالحق، يعني هذه ابار انسى اني شيف، انسى تفكر لي انا كونسوماتور، لي انا تونسي، تفكر الموتزاريلا هذه ومن بعد قول لي رايك. يعني موتزاريلا 100% لي تاع لندور، ذوقوا قول لي رايك. به مازلنا نربيو في الفرماج، دونك قبل كل شيء يلزمنا نصبطوها. وفما بليزيور ريسيت بالنسبة للتحضير، راه الأكثرية يعني كي تمشيو للشام راهم يحضرها سور بلاس. يعني اش معناتها يحضرها سور بلاس؟ ياخذ الصينية ويحطها على الغاز، يعني مش مثلا يحضرها نقولوا احنا في الفور، ما احنا باش نعملوها في الفور، هما الطرق تختلف، مي النتيجة واحدة كل واحد. نحطو الموزاريلا، وكبار الكنافة أنا نحضر في الكنافة زادا كيف كيف، راهو عندنا ديسير حلو برشا، يعني يومين يكون معانا موجود بالنسبة للديسير. اسم موزاريلا، اسم الموزاريلا موزاريلا، هاي موزاريلا لوندور 100% موزاريلا، هاي ريما هاي اسمها موزاريلا لوندور 100% موزاريلا، تلقاها ديجا موجودة بالنسبة للموزاريلا، تلقاها موجودة في الجرون سيرفاس كيلكو سوا ام جي ولا كارفور موجود. مع الديسير يعني موجود يكون يومين من باتيسري لاسين، باتيسري لاسين تخمم في الناس الكل ديجا، اللي يحب ياكل سون سكر، اللي سون جلوتين، يعني موجود اللي يقول كل، تلقى البسكوي سيك، تلقى السمسة، هكا تكون الطاولة تبارك الله تكون فاري. ريم شنو حضرت يا ريم؟ المنيو نتاعك اليوم شنو يا ريم؟ عندنا ريم تتفاعل معانا، شنو حضرت بالنسبة للروسيت؟ احنا المنيو نتاعنا عندنا شربة شعير مرمز، يعني باللحم البقري وسلاطه، وعلى نيوغيتس مع رولي نتاع فروماج،
مقرونة بالبينار ريكوتا، وعندنا الكنافة نزيدوها شوية فرماج، تتمشخشخ بالفرماج. نجم تقولوا لنا زاد شنو حضرتوا بالنسبة للمنيو، شنو طيبتوا رمضان، كيفاش الأيامات الأولى بتاعه؟ الأيامات الأولى ما تبدأ صعيبة سيرتو بالنسبة لرمضان، كونفينمون، وكمل ما فماش قهوة، ما فماش خروج، هكا واحد يدور نقولوا احنا يمشي للكوجينة باش يجيب ما يخرج بساندويتش. هذايا هي دونك بالنسبة للباتيسري ديما نستعمل الجبن هذاك طاير. الجبن هذايا سي كيف كيف لو بيبي نتاع لوندور، نقولوا احنا يعني عمره 10 ايامات، تلقاه موجودين في لي كرون سيرفاس. نجمو لي روسيت الكل زادا كيف كيف، طاجين ملصوق او شربة، سلاطة مشوية، كمونية، فرويد مير. الله نصلي على النبي، بارك الله منيو حلو برشا يا ريم، يعطيك الصحة. هو طاجين مرسوقة صحيح، يمسح طاجين مرسوقة، السلطة مشوية هذيك يومين، السلطة مشوية لازمها تكون موجودة. فما دي بلا بالحق ما يغيبوش على الطاولة، نصور كيما نقولوا احنا كيما الكفتيجي، كيما السلطة مشوية. باهي، دونك هاي خلود، شربة بالحوت، وروز جربي، باركيت بالتون، سلطة بلانكيت، سلطة خضراء، وباش نعمل تارت بالفريز للسهرية. صحة صحة صحة. هذوما بالنسبة للمنيو صوروهم بعد وابعثونا، تبدأ ابعثونا على الباج كيك شوية فيسبوك انستغرام كيف كيف ابعثونا. باهي ريم، شنو قلت لي يا ريم؟ باهي نزيدو نبريسيو كيما قلت لكم بالنسبة للكنافة، زدنا الفرماج اللي ما عادش نستحقولو، خليوها بحذرة نتعديو لكمية ليتاب اللي هي الثلث متاع شعر الكنافة. نجمو كيف كيف لي كومونتير تخليونا شنو طيبتو اليوم، شنو هي الجسات اللي تحبوا باش تحضروها. بونجور سي سامي، كيما كان سي سامي مازال كيخلط علينا توا قام النوم، قولولو شنو فما بالنسبة للمنيو. دونك المنيو اللي هو شربة شعير باللحم البقري، ومعاها سلطة خضراء مشكلة، معاها نيوغيتس والروليه متاع الفرماج، عندنا مكرونة بالبينار وكوتا، سلطة مشوية ديما ما نلعبوش. اي بالحق سلطة مشوية، سلطة مشوية هذيك تيتولير هذيك في الطاولة الأولانية، تكون من الأولانية. باه دونك كيما تراو ماذا بينا نحاولو نبريسيو مليح مليح. توا باش نحطو في الفور لحظة بركة نغسلو يدينا. الجماعة اللي في الانستغرام اللي يتابعوا فيا نقول لكم على المنيو اللي هو شربة شعير بالحم البقري، سلطة مشوية، سلطة خضراء، وليت مع سلطة مشوية ركزت، سلطة خضراء، وعندنا زادة نيوغيتس وشوية روليه تاع الفرماج، وباش نزيدو نعملو مقرونة بالبينار والجوتا والكنافة. دونك تابعونا. بونجور يا مينا، دونك شنو المنيو يا مينا؟ حطوا الفور. بالنسبة للفور عندنا فور ويربول سيزيام سونس، دونك نبدا نشيوها. حاجة باهية في الفور هاكا ينوقص، يقولك مكانش حضرت الماكلة.
سون تقريبا. بالنسبة للوقت حطوها نص ساعة. هذه صينية تاع الكنافة منيو من عندك شيف. اي المنيو تنقول لك يمين شنو المنيو، مي هذايا بالنسبة للكنافة اللي حضرناها نحطوها في الفوق. الزيت الكل نحاول نحيوه. بالنسبة للمنيو اللي عندي عندنا كيما قلت لكم شربة مرمز باللحم البقري، نزيدو نضاف شوية ماء ديما نفقدوها. اوكي شربة نفقدوها. بالنسبة للمنيو كما قلت لكم يعني عندنا شربة شعير، شربة مرمز باللحم البقري، عندنا سلطة خضراء، وعندنا نيوغيس وشوية رولي بالفرماج، ومن بعد عندنا بات بالجوتا والبينات. دونك ديجا الماء بدا يغلي تاع المقرونة، نغطيو بيه الشربة نخليوها، نظفو بلاصتنا، نحيو الزيت. قلت له هيو تاو بالنسبة للسلطة به جا الفرماج كمان منه. سلطة خضراء، عنا شوية ليتو موجودة تاخذ معانت فريشكا ديستريبيسيون، ما تسحقش باش تديبلاسي، يعني هاوكا تجيك الخضرة للدار. للي ياسر هاكا الخضرة منين الخس جينيرال مو ما نقصوهوش بالسكينة، دونك نقولو خس يعني ليتو ولا سلاد رومان ولا فريزي ولا ايسبرغ باتافيا، ديما جينيرال مو الفاريتي متاع الخضرة الكل نحاولو ماذا بينا نقصوها باليدين. باه باش نختارو صحن تاعنا لي زاسيت ما عند Maison allemande, un spécial dédicace Sonia Maison allemande. Hola, bonjour. Bé, tu as une composition de la salade. Le banal alcool a fait le cœur de l'étude. Allez, c'est le banal. Les gens qui kiff kiff. Allez, je vais vous le chasse, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, oxydation. Allez, c'est le vase interne. يمينة ما حبش تقول لنا على المنيو اليوم يمينة، يمينة هاو عطينيك ريسيت تبعنا يا يمينة ميسيرش. هذا البازة الأولانية حضرت خس، باش ناخد شوية من السوريز كالعادة، شوية طماطم ديما طماطم ما يجيبش على الطاولة مع سلاطة، وسلاطة راهو ديجستيف يعني تهضم، حتى بالنسبة للمنيو ماذا بينا نحاول تكون السلاطة ديما موجودة على الطاولة. هاديك الطماطم باش ناخدو شوية كبار شوية زيتون قبل ما نكملو البازا نتاعنا متاع السلاطة. لحظة بركة هاني جاي. باش نقولكم شنو باش نعملو، قبل كل شيء ننظفو. ننظفو الزيت، نشعلو الغاز. حاجة باهية لافونتاج في البلاك نتاع ويربول الاكسيليوم، انها فيسع يعني تسخن، حتى لو كان احنا روتار ولا حاجة هاكا نتصرف. حطوا البوالة، وباش ناخدو زيت
نجمة ديولي هو ميلونج ما بين المايس والترنسول، كيف كيف نوفو بيبي نتاع نجمة. نحطو زيت يسخن، هي يمين المنيو شنو حضرتنا ميسيرش. احنا قاعدين فما سلطة مشوية اللي هي ديما موجودة تبارك الله في لي كومونتير، تنجموا تفعلوا معانا تقولوا لنا شنو انتم حضرتوا. هذه الزيت حضروا ميزان بلاس نتاعنا لي كيموار، هذو هما النيجيتس، الزيت كل نجمو نحيوه. جيت نقول لك ها وباش نشهيك، فما عصيدة تعمل 66 كيف من باتسيري لاسيل سون غلوتين، دونك الجميع سون غلوتين. تنجمو تلقاو عصيدة تعمل 66 كيف، عصيدة نتاع زقوقو تلقاو في باتسيري لاسيل. هذاك زيت اخترنيلكم اليوم، ما عندي مليحة رولين تاع فروماج سيرتو مع سلاطة كي يبدا فوندون يعمل 66 كيف. نيوغيتس هاي موجودة، نبدا نخليهم بحالنا باش نطيبوها. والسلايطة باش تكمل سليم. صباح الخير، صباح النور، اهلا بسي سليم علمية، تحياتي سي سليم علمية، ان شاء الله رمضانك مبروك وكل عام وانتي حي بخير. سي سليم اون بارتاج سي لار كولينير، يعني اون في لا كوزين باغ امور اي افيك امور. باه يمينة شنو حضرتنا، روز بالعلوش، بريك بالتون، الكوتا شرب فريك، ومرق الزيتون بالكعبر الحم. يعطيك الصح والله، هو فما ديما يكون كل احنا المطبخ نتاعنا على كوزين تونيزيان تكون موجودة، سيرتو مرقة زيتون. فما دي بلا اللي يوليو من المنسيات. باش نقصو شوية فرماج لوندور غودا، قلتلكم راهو بالنسبة للبلاك حتى كان توما روتار فيزا فيزا تسخن. ميرسي سي سليم يعطيك الصحة. بالنسبة للمنيو عندنا شربة شعير باللحم البقري، عندنا سلطة خضراء مشكلة باش نزيدوها نيوغيس والرولين تاع الفروماج، عندنا مقرونة بالليبينار والريكوتا يعني الجوتا، خاطر فما شكون يقول ريكوتا فما شكون يقول جوتا، وحنا مش نختلفوا هكا نقولوا لهم للزوز. وعندنا كنافة، حضرنا كنافة هكا العشاء موجود. قصوا في الفروماج، دونك اخترناكم فروماج كودا لوندور. كبدلنا الطريقة نتاع تغطية نتاع الفرماج نتاع القصار، فهم شكون يقصون دي. باش نزيدو حاجة أخرى، دونك باش نزيدوه سلامي فرح، سلامي تراديسيونيل بقري فرح. بونجور سي سليم، مون بليزير نتلاقاو دون لا كوزين دو شيف مو. هاي ان شاء الله ديما نتقابلو في الخير الناس الكل، هاكا فرصة باش الناس الكل تتقابل في اللايف سبيسيال كونفينمون تاع رمضان. بالنسبة للسلامي تراديسيونيل فرح كيما قلتلكم يعني حاضر بترانش مخصوصين باش نزينو بيهم. حاجة باهية هكا الفور يونسك، دونك البيب هذايا نتاع الفور باش قالتلنا راهو اللي هو وصل 180. سي حازم بن عيسى صباح الخير، بونجور، كيما بكري كنا ذكرناه. سي حازم بن عيسى ميرسي بوكو، ديديكاس
الخويا حازم وتهمتي يعني يعطي الصحة لراديو بون لونور اللي هو زاد كيف كيف يأمن البث هذايا في اللايف. باه كيفاش تعمل البات نتاع الكنافة؟ هاي بالنسبة للبات نتاع الكنافة حضرناها البارح، نجمو نزيدو نذكروكم كيفاش حضرناها. على زوز كيسان فرينة، عليها كاس نتاع ماء بنفس الكاس، وعليها لحظة بركة بالواحد بالواحد، عليها كاس نتاع ماء وشطر كاس نتاع انشاء ومغرفتين زيت. هذايا بالنسبة للبات نتاع الكنافة. حضرنا شعار البارح واليوم هاكا حضرنا كنافة حاطينها في فور الطيب. باه شنو آخر؟ لبينار سوتي افيك ريكوتا. باه فما بليزيور روسيت بالنسبة لبينار ريكوتا، مي دو بريفيرونس الخضرة راهو هو لبينار فيهوش روح، يعني على قد ما نخليه حي ليجيرمون بوالي، في شوية ميلونج كيما العادة، نحطو شوية ميلونج جولدينا وشوية زيت، دوبلش ثوم سوتيو لبينار، بعد نزيدوه الريكوتا، نجمو نزيدو زادا كيفيه في شوية كريم فريش، سالي بوافر، يعني يا اون انفينيتي متاع دي روسيت. المفيد ريزولتا تكون باهي. السلايطة هيا بدات تتشكل كيما تراوا، هي السلايطة دونك هكا ندور شوية على اليمين وعلى اليسار. عنا لايف مشترك على انستغرام وعلى الفيسبوك. كنت عندي توا باش نحضروا الرولي، دونك الرولي قلت لكم اخترنا رولي بالفرماج مليحة. يعني الرولي كي سولت الاوردينير حاجه باهي اللي هو فيه ديجا، يعني حاضر باش بالفرماج شابلور بريونت ديجا تتراو كولوراسيون وكل شيء قدامكم. شو محلاها الكولور، أصفر نقولو احنا كيما الشمس بالنسبة للكولوراسيون. نعملو تليلة عفور، نهزو لي مورسو نتاع رولي. يعني فيسا فيسا نجمو نحضرو منيو الحاجة الباهية بالنسبة للكوزينة، كل قدير وقدرو، كل واحد وكيفاش يحب. تحية للجميع اللي التحقوا بينا في اللايف، دونك نزيد نقولكم اللي أنا راني فرحان برشا برشا خاطر انتوما حاضرين اليوم في اللايف، يعني مانيش وحدي قاعد نطيب في الكوزينة، وحدي انتوما حاضرين قاعدين نستفادوا من كل شيء مع بعضنا. طب باش نطيبوا نيوغيتس مليحة. شابلور ديجا سبيسيال كريسبي، واللي يحب يسالنا سؤال ينجم يتعلنا كومنتير، تنجمو تتابعونا على لايف فيسبوك فاش شيف مومي بن يونس، كيف كيف لاب كولينير باي مومي، تنجمو تتابعونا على الانستغرام شيف مومي بن يونس، ولا على شان يوتيوب، واللي عنده تساؤل ينجم يسالنا، واحنا رانا موجودين لهنا باش نجاوبوا على لي كيستيون تاعكم الكل. باه يعني حاجه الاولى حضرنا شوربه، حضرنا سلاطه، نيجي نسولو ليه ها حاضر بالطبيعه باش نزيدوه باش يعطينا بنه اخرى. ها باش نقول لكم شنو باش نزيدو، مي دو برودوي اللي ديما تلقاها موجودين اللي هما بونا لي صوص بونا، باش نسوسيو صوص بونا. هذه بالحق الحقيقه صراحه يعني موتيل الانسيان انديليس والمايو تشيز، هذوما الكل من بعد باش نسوسيو بيهم باش نحضرهم في بلا وقت شقان الفطر. دونك نطيبو توا، قاعدين نطيبو في النوغيتس
نتفقدوا الفول غادي يسخن شربة حاضرة، يعني الأمور تحت السيطرة في الكوشينة تبارك الله. هاي اللي جيت وتقعد هنا كده المكرونة، المكرونة مش نحضرها بعد كمل بالحاجة بالحاجة باللي تاب باللي تاب تبارك الله. يعني المنيو هنكو به، نحب روسيت روز بالفيكي به. بالنسبة للروسيت بتاع روز بالفيكي سهلة، دونك قبل كل شيء تحضر مرقة، انت مش تحب تحضر مرقة تاع الدجاج. بالنسبة للمرقة تاع الدجاج تاخذ شوية كركاس تحطه يغلي في الماء مع شوية كلافس فانيليا تسل وثوم وورق لارنج وشوية زعتر وشوية كليل. هذيك المرقة اللي باش نمرقوا بها الروز، ديما نمرقوا الروز بالليكيد يعني شو مرة ونص. الفاكهة نقليوها في شوية مارغرين وشوية زيت، نعملوها ميلونج كالعادة. بعد ما نقليو الفاكهة نقليو على جنب، نزيدو شوية نقليو شوية زبيب، نقليو الروز مع شوية سر. بعد ما نقليو الروز نمرقوه بالماء مرة ونص الماء، نغطيوه ونخليوه لمدة 4 دراج يعني 20 دقيقة موطي على نار هادية. إن شاء الله يجيك روز باهي تنجم تحضرو وتربي وتقينا في الفاش. هذوما لي جاسي نتاعنا حضرو، نحط الصوت المزيان تاع الزيت. من بعد نزينو بيهم به اللي ما عادش نسحقوه هنا حيوة من بحرالة. نجيبو فوالا واحدة أخرى، نجيبو فوالا واحدة أخرى باش نحضرو فيها هاي المكرونة. هاد روسيت سي بون روسيت روس الفيكيا، نتغداو هاي المكرونة. المكرونة اخترناكم هاي بلومة قصيرة بوردة، دونك كيف كيف الدلال. ميرسي بوكو، ميرسي اللي كانت زادا كيف كيف تتابع فينا على اللايف وتخلينا نتفاعل وتشجعنا باش وما واحد يزيد يعطي لي بلوس بالنسبه للكوجينه. دونك خليتكم كيما قلت لكم مقرونه الورده بلومه بلومه القصيره به. باش نبداو باللي تاكلوا ولا ني شعلوا الغاز. نحطوا شويه مارغرين جولدين الميلونج سيتو الميلونج راهو هذايا باش نقولوا احنا بور فيكسي لو جو، خاطر نعرفوا الميلونج هذايا علاش نخلطوه مع بعض وما بين زيت ومارغرين بور فيكسي لو جو باش يعطينا نكهة أخرى. نقولوا احنا يعطينا كلام لمعة لمعة لبنان به. نقص خليهم من بعض بعدين شنو باش نستحقوا شنو باش نستحقوا باش نستحقوا شوية ثوم شوية سبناخ كريم فريش ناتيلي والغوطة 100% لي لندور به. باش ناخدو شوية ثوم كالعادة. لاستيس سهلة بالكف نتاع السكينة زادا كيف كيف، وهذايا سبيسيال ديكاس ميزون موند خديت منها الكوتو. الكف تاع السكينة نشيو الثوم ها كيفاش في فراكسيون سكوند يكون عندنا ثوم ناشي. نجمو نعاودو نفس الطريقة اون فابريسي بالشيسة بالكف نتاع السكينة هكا يكون عندنا ثوم بريسي به. بعد ما حطينا كيما نقولوا احنا لو ميلونج الحلو الباهي، باش ناخذوا نجيبوا شويه بصل، زيدوا شويه بصل جبنا شويه بصل كيف كيف. راهو الروسيت
نتاع سيرتو في الكوجينه نتاع المالح اون جينيرال، مش كيما في الباتيسري، خاطر في الباتيسري يلزم الميزان وكل شيء. نجمو نحاولوا نجتهدوا فيها، يعني اي حاجه نجمو نزيدوها. دونك اوراق سبناخ من عند فريشكا ديستريبيسيون، الخضره كلها من غير ما اون ديبلاس با، اون سي ديبلاس با هكا. فريشكا ديستريبيسيون جيب لنا الخضره، باش نحط شويه ليبينا، باش ناخذ شويه بصل، ثم خليها من بعد شوية، نضع شوية توما سوريز، هاك شي بدا أموال الكولور نتاعها ديجا متناسق. في الأثناء باش نطيبو المكرونة بالغير من الخليط، اخترنا لكم كيما قلت لكم وردة بلومة، بلومة قصيرة، طون دو كويسون تاعها 9 دقائق، مي بالنسبة لينا ننصحكم ديما المكرونة نطيبوها شوية الدنتي باش تعطينا المنفعة نتاعها. المكرونة فما شكون في المكرونة يزيد نفع ملح، ملح الماء، وفما شكون يقول لك نزيدو اقل ملح نزيدو شويه زيت، مي الهدف يعني واحد، انها تحضر المكرونه، تحضر المكرونه بنينه بشهي تعمل 66 كيف. باش ناخذ شويه ملح، شوف لي كولور ديجا كولور، مع الملح نضيف شوية فلفل أكحل، عندنا الكريم فريش ناتولي، فما اللي يحط زيادة ورق قرنب، إيه فما شكون يحط زيادة ورق قرنب، توا زيادة كيف كيف، توا خويا ترابي عنده رسالة مكرونة، اللي أنا بيرسونيلمون نحبها برشا مكرونة فل عربي بالدجاج بك الحمص والبطاطا اللي تعمل 66 كيلو، باه كيما قلت لكم باش نسحق شوية كريم فريش ناتولي. ناخذ مرفة، مرفة كريم فريش، هو من مغرفة ولاو 3 مغارفة مع هذا، باه نجمو نحطو مواد مسكات، هاي فما شكون يحط مواد مسكات في المكرون، معانا ديجا مواد مسكات نورمالمون، سينو نجمو نجيبو نحطوه، باه. أبار سا باش نزيدو الكوتا نتاع لوندور اللي هي 100% لي، ولا محالة باش نكملها نحط الكل، خلطة مليح مليح، كيف راهو كيما قلت لكم الروسيت احنا شنو نحبوا نزيدوا فيها، نعرفش نقول لكم علاش، حضرت توا جات فكره في سبيسا نزيد فيها شويه فرماج كارو، فرماج كارو لوندور، علاش قلت لكم فما اجتهاد ديما، هذيك اللي نسميوها احنا في الكوجينه، تمشي للريستورون ساعات شو يقول لك لا توش دو شيف، شنو هي لا توش دو شيف؟ يعني تلقى البلا سامبل وتلقى شيف زادو حاجة أخرى، باه هذايا بالنسبة للصوص، فما شكون يحب يخليها ليس، بالنسبة للصوص هاكا فيها تبارك الله كريم فريش، الكوتا، الفرماج، شوية السماخ. ناخذ المكرونة، نحيو زيت الكل من هنا، هاكا كان مش نسي برك يدخلوا يطيبوا في الكوجينة، يقولوا احنا لاتوش ماجيك، هاي لاتوش ماجيك،
هكا مش نساء برك يدخلوا كوجينا، حتى الرجال يدخلوا، فما برشا رجال. تحية للشيفان الكل، وبالمناسبة بالله زاد نتفكروا الشيفان اللي موجودين في السعودية، دونك اللي مازالوا محصورين الحق، ميم سي مشكورة الدولة اجتهدت وحاولت باش تجيبهم، مي راهم مازالوا في حالة تعبين، وماذا بينا كنا نلقاو لهم حل باش يجيبوهم، خاطر هذوكم شيفان، شيفان توانسة اللي نلقاهم وقت الجد. الصوص حضرت، صافي ومقرون. ممتاز، بسم الله. تعدي وزاد كيف ممكن تقول لي اش تحضر لفطور اليوم؟ باه ذكر مش شنو حضرنا لفطور اليوم. عندنا شربة شعير اللي هي تسمى شربة مرمس باللحم البقري، عندنا سلطة خضراء فيها ليتيو، فيها طماطم، وفيها فروماج، وفيها سلامي، عندنا نوغيس ورولين تاع فروماج، وعندنا مكرونة بالبينار وريكوت والكوتا بليتو. فما شكون يقول الكوتا، فما شكون يقول الكوتا، ما كيف كيف. طب شو زيدوها اللمسه السحريه اللي هي شويه ثوم، فما شكون يحط الثوم في الاول، فما شكون يحط الثوم في الاخر، مي سيرتو النكهه البيكونت صغيره نتاع الثوم هي كيف لا ديفيرونس. وهكا تكون المكرونه حضرت. باهي، يعني شنو مازالنا؟ مازالنا باش نرميو الشرب. اللهم صل على النبي. الشربة هذه راهو شربة تاع شعير مهروش و طايب، ما نحطوش برشا، خلطو معاها زيت عصر قارص بعد مع الصحفة، يمكن تورينا طبق نتاع سلاط. هذا طبق نتاع سلاط، صحن بكري حضرناه، دونك فيها زيتون، فيها كبار، فيها الخس، بون ليتو ليتو، سلامي بقري تاع فرح، وعندنا جبن جودة تاع لوندور. هذا بالنسبة للسلاط. هذا المكرون كيما تراو، تاخذوا شربة. مكرونة كيف كيف نجمو ندريسيوها توا، دي المكرونة هيك حاضرة طبيعتها، شربة إيطالي. نشوفوا المديرة اللي هي الكنافة اليوم، شوفوا الكنافة بالجبنة، هي المديرة هذيك، هي المديرة اليوم. هذول يا جماعة مش بتاكل حتى شي، باش ناخد تستنى الكنافة. شرب على يتغلي وبار الكنافة. زيد ما قلتلكم عندي عصيدة متاع زقوقو سون غلوتين من باتيسري لاسيل، دونك للي يحب حاجة سون غلوتين ولا سون سكر بستيفيا ينجم يمشي لباتيسري لاسيل، يلقى عندها ديسير، يلقى عندها اون فاريتي حلوة برشا. كيف كيف عنا لي بوليت دو دات دات رونفيرسي كيما تراهم من باتيسري لاسيل، موجود شوا كبير برشا، نجمو تمشيو للي يسأل على الادريس في المنزه، كان صدقني ربي. نورمالمون نتصور المنيو يحضر، يعني بالنسبة لينا سلطه شوربه نيكيت سروليت فرماج والمكرونه، يقعد لنا كان دريساج. استنوا معايا دريساج والا نرجعوا لهم بعد. شنو رايكم؟ هو لما حال المنيو حضر تندريسيو فرد مره، يعني نجيبوا لي زاسيت وندريسيو مع بعض.
هذا بالنسبة للمكرونة. هاكم نخبيو عليكم حد شيء اكل بلا حاضر تو. اي هي مين هاني تو باش ندرسي نبيدي عرفت. ان شاء الله تعجبكم. جربوا الريسيت وقولوا لنا رايكم. هذا المكرون. هاي المكرون به حتى نطفو البلاصه باش نحطوا فيها لا الكل. باش نزيدوا حاجه اخرى بالنسبه للشرب. هذا مغرفة هريسة بوزويز هذيك نتاع توانسة. هذيك البصمة نتاعنا سينياتور على تونيزيا نتاع الهريسة. هريسة عربي في ميزون مع عند بن جميع. تلقاها في زهرة لا فيترين دو تيروار. دونك هي زهرة لا فيترين دو تيروار. هذا الديسير نتاع فلسطين. هكا يكون عندنا اسباس باش نحطو فيه الفلا اللي حضروا. نطفو الطاولة. هذه المكرونه تبعوني. هذه المكرونه هنا سيروا هذيك الشفور. هذه سلايطة. بالنسبة للسلاطة نزيدوها توش اللي هي شوية موتارد. نعملو فينيغريت باش نحطو شوية زيت. نخلطو مليح مليح مليح. وليد مرحبا بيك جيت بحذانا رفيق اهلا بيك. فينيغريت هي حاضرة. اون بتيت توش. نورمالمون لاسيزونمون تو سكي فينيغريت نعملوها 5 مينوت قبل يعني ما نعملو دريساج تاع الطاولة. شوفوا الشربة الشربة بتاعنا حضرت. شاهي ما نحكي لكمش تبارك الله على ريحة سيرتو في رمضان يبدا واحد صايب. نحيو نعرف اللور طفيو عليها قبل كل شيء. بسم الله. يشرب. نجيبو أسيادة أخرى. نجيبو أسيادة هذه للدريساج. ندرسيو قدامكم. ناخذ لي دو بيبيت لي دو صوص. عندنا صوص الاي وعندنا كيتشوب. دونك باش ناخذ بارتي لهني تاع صوص الاي
الكاتشب. كمان لمسة سحرية ركوها ولا هاي فيسا فيسا زيت زينو ياخذوا الوريقات تاع لاتو ونتعطيو نزينو النوغيت سو رولي تاع الفرماج. قال في سفي حضر ارمي نديرو لي الفرماج شويه تاع الماتسوريز تراو شو يقدرنا بار المكرونة تقدرنا الكنافة كل شيء طفينا عليها تفقدوا فور الكنافة نزل شوية ما يظل لي فيها شاهي تاع المسدس كيف الكنافه اللي باش نخليوها جست تبرد وبلاش كي تخرج من الفور ونصبوا عليها الشهور نفرد مره ما باش نخرج نوريكم الكنافه. دونك نزيد نذكركم بالنسبه للمنيو اللي حضرناه، حضرنا شربه مرمز باللحم البخري معاها سلطه خضراء بالشاركوتري يعني اللحم السلامي البقري والفرماج، مقرونة بالسبناخ والقوطة، عندنا رولي متاع فروماج ومعاها نيوغيتس والكنافة. كملوا نخرجوا كنافة وهكا يكون المنيو يحضر باه. أنا في بالي باش نستناه مازالوا هما دقيقتين لما حالة، دونك احنا باش نزيدوا نزينوا الزاسيات متاعنا ونتغدوا يكملوا دقيقتين متاع الكنافة. كلكوز استوس نجموا تتفاعلوا معنا تقولوا لنا شنو هما الحاجات اللي انتم حضرتوها في رمضان، تقولوا لنا شنو هو المنيو واحنا نجاوبكم ونقول لكم شنو هو الحاجات اللي نجم تعاونكم سيرتو في رمضان. لي روسيت واحد ساعات تغيب عليه لي روسيت صوص من هنا كيف كيف فما حاجتين شقان الفطر يكونوا موجودين اللي هما الرايب والبن تاع ناتيلي بالمتخ دو لا كنافة باه. الكنافة تنجم تلقاها آمنة تنجم تلقاها عندي أنا خاطر حضرت البارح كنافة وجي نحضر لك كنافة فما حتى مشكلة تو مومون يستحق اللي يستحق كنافة يلقاها عندي باه. قلت لكم فما بالنسبة للشقان الفطر بيرسونيلمون نشق فطري على الرايب ولا البن ناتيلي هذايا لاستيس تاع الشيف به زهرة زهرة به طريقة تاع هذه الكنافة. نقول لكم كيفاش حضرنا الكنافة على كاس فرينة زوز كيسين فرينة عليهم كاس مي بنفس الكاس وشتر كاس نتاع نشي عليهم غرفتين زيت خلطوهم كلهم بعضهم. كان عندنا بيبيت نصبوها في بيبيت سينو نصبوها في دابوسة نتاع صغيرة نخبوها دوبلاش في الخطاء ومن بعد ناخذوا البوالة لونتي اديزيف ندهنوها بشوية مارغرين شيحوها ونعملوا سيركل نحاول نعملوا سيركل ها سي بون. قلت لك راه الفرن مناسني دونك الحاجه باهي في سيزيام صوص تاع الفور تاع ويربول اللي هو ينقص قول لي هيا راهي الكنافة حاضرة تخرج ما شاء الله كنافة لايف
فرماج طايب، نجم نقول حتى شيء. السلام عليكم في الاخر بالضبط، تحت البركه. واحد الفوسفور، اللهم صل على النبي، تحت البركه. اسمعوها تشتش، ها مازالت سخونة من الفوق. هذا يكون اف دونك قعدنا باش اعمل برنامج بريباراسيون زليبيا. باهي ان شاء الله بقدرة ربي يمينا تنعملوا زليبيا. هذا يكون اف حضرت. اوكي الله يبارك، مسكر البيت. الحاجة الباهية في الفور، الفور الانتيليجونس نتاعو. دونك نزيد نذكركم بالمنيو، شربة فريك بالحم البقري، سلطة مشكلة بالجبن وبالسلامية البقري، مقرونة بالسبناخ والكوتا، نوغيتس رولي تاع رولي بالفرماج، وعندنا كنافة. قبل كل شيء نحب نشكر زادة كيف كيف السبونسور اللي ساهموا باش يعديوا اللايف. باهي طيارة برشا من جولدينا، من لوندور، من زيت نجمة، من بونا، ناتيلي، ليزيبيس تاع بالجميع، زهرة لافيترين تيروار، لوندور، فانواز، فرح، كيف كيف فريشكا ديستريبيسيون، الوردة في الليبات وفي الفرينة، هابيز في الخبز، وكل شيء هذايا كل بالنسبة لنا احنا. زادة ما ننساوش ويربول زادة اللي هي عطاتنا البلاك باش نجمو نطيبو والفوق كيف كيف. الناس الكل اللي يعاونونا باش ينجح اللايف، ونشكر حازم بن عيسى راديو بونليو نور اللي عملنا في البث، وخالد عويج تونيسكوب. ان شاء الله شاهية طيبة، ان شاء الله نتقابلوا غدا بقدرة ربي. نزيدوا نذكركم بالنسبة لينا شنو باش شنو اللي عملنا. نزيد انا سبيسيال ديديكاس باتيسري لاسين يمينا غدا بقدرة ربي. ان شاء الله نحضروا لكم زليبيا، كان عشنا كان نجمنا نحضروا لكم زليبيا بقدرة ربي. ما بقى لي كيفاش نقول لكم شاهية طيبة، وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس.